احنا جايين من الامارات عايشين هناك. ابني مواليد 2003 بيلعب في لا ليجا دولا ليجا فريق هاي بيرفورمانس تيم وجاي يجرب حظه مع الاهلي. عرفنا عن طريق الفيسبوك وهو طبعا مصر انه يلعب لفريق مصري لان هو كان عايش في استراليا كتير وعاش في الامارات كتير فحابب ان هو انتمائه قوي قوي للفريق الاهلي. يعني لعب تقسيمات في اول يوم واختاروه من احسن ثلاثة في الفريق يعني وتصعد بقى للتصفيات دي. منتخب بالولاية بتاع استراليا في بيرث في غرب استراليا وبعدين لما نقلنا الامارات اتاخد في الهاي بيرفورمانس تيم بتاع لا ليجا وحاليا هو لسه فيه لغايه لما بيسافر معهم اسبانيا وبيلعب ماتشات وكده بس جه بقى يجرب للاهلي. هو حابب الانتماء لمصر والاهلي فاكيد هجيبه وارجع بيه يعني. والله نفسي اشوفه زي محمد صلاح طبعا هو سريع زيه فانا نفسي اتمنى انه يبقى زيه يعني ان شاء الله. والله هو عنده رؤيه كويسه للماتش وللملعب واستراتيجي بيعرف يلعب استراتيجي كويس اكتر مش اناني يعني لعيب بيعرف يباس كويس وسريع جدا شايفه ان دي حاجات مميزات ممكن تبقى مع فريق الاهلي كويس.